امير هشام معانا. طيب يلا يلا امير هشام، اهلا بيك. اهلا بيك يا كابتن ميدو، تحياتي ليك، تحياتي الكابتن وليد، كابتن ربيع، كابتن سمير، وتحياتي لكل مشاهدي قناه الاهلي. اهلا بيك يا اهلا امير، بيك. قول لنا ايه الجديد عندك. خليني اقول لك سريعا تشكيل النادي الاهلي يلا. في حراسه المرمى محمد الشناوي، تمام رباعي خط الدفاع محمد نجيب ورامي ربيعه، تمام ناحيه الشمال حسين السيد، ناحيه اليمين باسم علي، تمام امامهم اثنين اكرم توفيق وحسام غالي، تمام صالح جمعه جونيور اجاي احمد حمودي، صالح واجاي وحمودي، المهاجم الوحيد طبعا وليد ازارو. تمام ده التشكيل الاساسي اللي هتبتدي بيه النادي الاهلي النهارده. دكه البدلاء متواجد كل من احمد عادل، تمام عماد متعب، تمام عمرو جمال، كريم نسبت، تمام محمد هاني، عمرو بركات، وإسلام محارب. ده تشكيل النادي الاهلي للبدلاء النهارده كابتن ميدو. في المقابل لو عايز خليني اقول لك تشكيل فريق نصر حسين ضايق الجزائري. اتفضل. حراس شمس الدين رقم 7، ايوه والوالدات محمد رقم 9، تمام جاسمي احمد رقم 10، ورثاني مهدي رقم 17، عدادي توفيق رقم 18، علاتي وليد رقم 20، تمام والي بلال رقم 22، تمام طياط عبد الغني رقم 23، العريبي حسين رقم 25، وسوف خير الدين رقم 30، وده حارس المرمى. هم ملخبطين التشكيل ومدون لك التشكيل متلخبط. وده سكور شيت. هو كده مش حاطين مراكز خالص. تمام. اسف محمد نوفل رقم 39. تمام، حتى اعتقد كمان الارقام. تمام. ده التشكيل الرسمي والاساسي لفريق نصر حسين ضايق الجزائري. في المقابل في حراسه المرمى في المقابل طبعا دكه البدلاء بوكيل الياس رقم 5، العريس حسين رقم 6، ابراهيمي بالقاسم رقم 13، مرباح طابا رقم 16، عريجي وليد رقم 26، وحيده زكريا رقم 27، وهارون علي رقم 53. تمام. كل الفريقين يا كابتن ميدو لسه نازل منذ لحظات واللي هيبتدوا بيه المباراه المهمه دي طبعا فريق الاهلي فريق مصر حسين ضايق. لو في اي استفسار اتفضل يا كابتن. لا انت لو عندك اي جديد يا امير اتفضل قول، يعني اللي حصل الدنيا ماشيه كويس. قبل تحرك الاتوبيس على طول ملعب المباراه كان في محاضره من كابتن حسام البدري طبعا. النهارده ما كانتش محاضره واحده، النهارده كان في محاضرتين. تمام. المحاضره كانت قبل ميعاد الغداء والمحاضره كانت قبل طبعا تحرك الاتوبيس لملعب المباراه. كابتن حسام البدري طبعا ركز مع اللاعبين اهميه الفوز النهارده. النادي الاهلي خلاص ما بقاش عليه ضغوط ان هو يحرز اكثر من هدف. النادي الاهلي لو احرز هدف واحد يصعد دايركت طبعا لدور نصف النهائي في دوري ابطال العرب. المجاميع الثانيه ما حدش هيوصل للنقطه رقم 6 اللي ممكن ان شاء الله النادي الاهلي يوصلها النهارده لو فاز على فريق نصر حسين ضايق. كابتن حسام البدري اكد طبعا ان المباريات دي بتبقى صعبه، واكد ان فريق نصر حسين ضايق ايضا عنده نفس الاهداف والدوافع اللي يكون في المباراه، لكن في المقابل برضه وعنده 3 نقاط لو فاز هيصعد مباشره للدور المقبل. لكن كابتن حسام البدري اكد على بين ضروره التركيز في المباراه وضروره حسم المباراه بشكل مبكر نسبيا، نحاول نحرز هدف مبكر عشان نلعب بقيه المباراه باريحيه ما يكونش عليها ضغوط اكثر خلال هذه المباراه. واكيد نتمنى كابتن ميدو كل التوفيق للنادي الاهلي ان شاء الله بيقدر يفوز براس النهارده ويصعد في الدور المقبل ان شاء الله. اكيد يا امير، كنا لسه بنتكلم على اراحه عمرو السوليه لانه واخد ضغط مباريات كتيره. طبعا عمرو السوليه يمكن خلال الفترات السابقه كان لاعب اساسي في خط وسط النادي الاهلي، بالتالي هو كابتن حسام بيحاول يعمل عمليه الروتيشن عشان يحاول يريح اكبر قدر ممكن من لاعبي النادي الاهلي قبل المعترك المهم سواء كاس مصر او دوري ابطال افريقيا، وهم الاهداف المهمه جدا بالنسبه للنادي الاهلي طبعا بجانب البطوله العربيه اللي اصبحت مهمه اكيد بالنسبه للنادي الاهلي. لكن عمرو السوليه كان ضروري جدا ان هو ياخد راحه، وده اللي عمله كابتن حسام البدري خصوصا انه بيشارك بعدد دقائق كثيره جدا خلال المباريات السابقه. في المقابل النادي الاهلي عنده بعض اللاعبين المميزين في خط الوسط خصوصا مع تالق حسام غالي خلال الفتره السابقه، اكرم توفيق ايضا اول مباراه اداها بشكل جيد، ده اللي دفع كابتن حسام البدري يريح النهارده عمرو السوليه. لكن عمرو كويس مفيش حاجه فيه. لا عمرو مفيش اي حاجه سليم. ما اشتكاش قبل القايمه، ما حصلش حاجه خالص. نعم يا كابتن. ما يعني ما اشتكاش من حاجه قبل اعلان القايمه، يعني ما فيش اي مشكله. لا ما كانش في اي مشكله، هو كان متواجد حتى في المحاضره وما كانش في اي حاجه خالص، هو بس موضوع الراحه بالنسبه لعمرو السوليه. حتى لو عنده اجهاد بسيط او حاجه ده طبيعي خلال بسبب توالي مباريات وتركيزه بشكل اساسي خلال الفتره السابقه في مختلف البطولات. تمام يا امير، هقول بس هراجع معاك الاحتياطي تاني، احمد عادل وعماد متعب وعمرو جمال وكريم ندفد ومحمد هاني وعمرو بركات واسلام محارب.
بالظبط كده، ده الاحتياطي بالنسبه لفريق الاهلي. تمام. امير هشام يعني شكرا جدا، لو في اي جديد يعني اتفضل ادخل معانا على طول. شكرا جدا لامير هشام.